السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو احنا عايزين نخلي الشكل أفضل، على سبيل المثال مثلا احنا عايزين الشجر ده يبقى لون خفيف شوية موجود بس يعني شفاف، أو يعني بنشوف اللي وراه، تقدر تعمل سيلكت على الشجر اللي انت عايزه بالشكل دوت، وبعد كده تيجي هنا على الأداة دي اوفر رايت، وتقول له اوفر رايت باي اليمنت او كاتيجوري. كاتيجوري يعني كل الاشجار حتى اللي انت مش عاملها سيلكت. وبعد كده تيجي هنا تدي له نوع من الشفافية بحيث ان الصورة تطلع بالشكل دوت، تبقى شايف الاجزاء اللي انت عايزها من المبنى. طيب لو انت في بعض الخطوط انت عايزها تطلع بشكل اخر، على سبيل المثال مثلا الخطوط دي انت عايزها تطلع مثلا مقطعة شوية، فممكن تيجي تعمل كده لاين وورك، وبعد كده تختار الستايل اللي انت عايزه، تقول له هيدن لاين، وتبدا تعمل سيلكت عليها. لاحظ الخطوط بدات شكلها يتغير للشكل الجديد، وده بيبقى مهم جدا. ممكن مثلا تكون في خط معين انت عايزه مقطع، مثلا في اوبننج هنا بس هي الخط معمول خط مستقيم وانت عايز تغير، تقدر بكل بساطه من اللاين وورك تغير الخطوط للخطوط اللي انت عايزها.